في ناس مفكرين انه استغلال ميلا كرمال مصاري على المشاهدات. لا مرحبا، واضح اسمي إيمان حمدان، أنا وميلانا منصور على السوشيال ميديا ومعروفين على بيج أمونا كويزين. تعميل شديك تحضري لنا اليوم ترمسو؟ أول فترة كان يعني لعمر الأربع شهور كنت عم صور لحالي، وأحياناً اضطر أحمل ميلا. إذا بتشوفوا بالفيديوز اللي عندي قبل ما توعى ميلا وصور معها اضطر احملها يعني بهيك مقاطع صغيره، لانه تكون مثلا فاقد بدها شيء كذا، فاحملها شوي والناس يصيروا يقولوا لي انه فرجينا وجهها فرجينا ميلا. انا راديوغرافر دارسه بجامعه لبنانيه، بس طلعت فكرة السوشيال ميديا فكرة الطبخ لأنه أنا كتير بحب الطبخ، بحب أكل حتى لو أنا ضعيفة. أنا ماني شايف ودايماً هيك بقول على الإنستغرام للعالم أو على السوشيال ميديا بشكل عام. رائع، أكتر من رائع، فنان. فقلت إنه خليني أتسلى وهيك إنه أعمل فيديوز على السوشيال ميديا بما إنه عندي وقت. بدنا نحضر اليوم. كنت حابة أكسر الروتين بالفيديوز تبعي وأعمل شيء جديد، فاجت الفكرة من إنه كان عندي بلوبيري بالبراد وكنت حابة أعمل فيهم شيء قبل ما ينتزعوا، فكنا أنا وميلا لحالنا وبدنا نتسلى، فقلت يلا هات لصور فيديو أنا وميلا ونصور الريسيبي نعمل كيك. عملت كيك الليمون بالبلوبيري وصورت ميلا، يعني أنا وميلا عملنا الكيك. فهيك يعني هي طلعت الفكره ما بين انا عم فتش على شيء جديد وما بين انه سائقت صدفه. المشاهدات هيدي ابدا ما بتجيب مصاري، عشان في ناس مفكرين انه استغلال ميلا كرمال مصاري على المشاهدات. لا، السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تيك توك ما في ربح على المشاهدات بالبلاد اللي انا عايشه فيهم، ان كان بتنقل بين البحرين او لبنان. فاذا بدنا نحكي عن ربح بيكون هو من الاعلانات اللي بنعملها، وانا يعني الكل شايف صفحتي اعلاناتي منها كثير. طيبه، اخترت اني احط بنتي حد وبنفس الوقت اعمل شيء مميز لإلي ولبنتي، يعني خليت بنتي بحضني عم تكبر معي، عم نكبر سوا، عم نعمل شيء حلو مميز. كل الناس عم تحكي بهيدا الشيء، فأنا بالنسبة إلي إنه اللي أنا عملته هو شيء كتير حلو. الحمد لله، يعني ميلا صار عمرها سنة وشهرين لليوم، نحن بنصور من عمر الخمس شهور. الحمد لله ما انأذت، ما صار عليها شيء، وإن شاء الله ما بتنأذى. احيانا الحياة بتعطيكم فرصة من ولا شيء، يعني انا بشوف انه فرصتي انا وميلا بلشت من فيديو كتير صغير، من حبة فاكهة، من هون بلشت. فاحيانا بتعطيكم الحياة فرص ما بتتوقعوها، فدايما الواحد لازم يشتغل على حاله، لازم يضل يجرب، اهم شيء انه ما نيأس، واخر شيء مثل ما ربنا كاتب بده يصير. بحبكم كتير انا وميلانا، وبدنا نقلكم باي. Bye!